بسم الله والابن والروح القدس لله الواحد امين. اول شيء انا سعيد جدا لاكون معكم، وهي بركه كبيره، بركه من خلالكم ناخذها، ونطلب التوفيق لابونا نكتاريوس في مهمته وعودته سالم لنا. وراح اتكلم في هذا في هلا في موضوع يختلف شوي، مش روحاني روحاني بالمعنى الروحانية ولا آية إنجيلية، لكن بدي أتكلم بالرعائيات. رعائيات أقسامها كثيرة، يعني أكثر من 16 موضوع ممكن نتكلم عن الرعائيات، بس لكن راح أخذ جزء واحد من هذه الرعائيات، العائلية. العائلية يعني العشيرة بمعنى، خاصة نحن نعيش في مجتمع شوي في تخلف. ما كان يسوع ينتمي إلى عائلة؟ ما في عائلة ليسوع، يعني هاي عائلة يسوع نسميها مريم ويوسف كذا، يعني أنا بعتبرها نوع من ليس دقيق المعنى الدقيق صح، وهي المسيح لا يرتبط بعائلة، لم يكن له أب جسدي أولا، كان حرا من أمه، إله استقلالية، إله شيء، إله رسالة معينة، مش مرتمي في الحضن الأم بمعنى زي المفهوم الجسدي اللي قلنا نحن البشر. بتلاحظوا لما كان بسن 12 من عمره ترك أمه وترك يوسف ليتعاطى اللاهوت، ابتدأت رحلته اللاهوتية التعليمية مع حكماء اليهود في الهيكل، وأفهم مريم ويوسف انه هو مش مرتبط فيهم، عائلته العالم. ينبغي ان ينصرف الى شؤون الاب السماوي، هذا شغله، هذا عمله، ليعطي خلاصا اليك الي لكل واحد فينا، هاي رسالته السماويه. في مناسبة أخرى قال لهم مين أمي ومين أبوي، يعني مين إخوتي، لما قال نحن كنا ندور عليك تعبنا، وين كنت، أبوك وأمك بتعبوا بدوروا عليك، قال لهم أنا كل شخص فيكم، كل العالم، كل الناس هو أخوي، هو أمي، هو أبي، لأنهم يصنعوا مشيئتي. يعني كل شخص يصنع مشيئة الآب، مشيئته هو، هو المقرب ليسوع، مش ارتباط عائلي دم بالدم واللحم. يعني وحتى في عرس قانا الجليل قال ما لي ولك يا امرأة لم تأتي ساعتي بعد. إذن يسوع لم يقم وزنا لرابطة الدم واللحم أبدا، إخوته هم الفقراء اللي ما إلوا نصير في العالم، لا عائلة، لا سند اجتماعي، لا سند مالي، ما له ناس. بتلاحظوا في كل جولات يسوع عميقا يبحث
مين اللي كان يشوفه؟ مين كان يلاقيه؟ اللي مسخم، اللي ماله شيء. هذا اللي على البركة بسلوان بستنى تيجي ملاك الرب، لأن هيك كان مفهوم بالعهد القديم، بدي يجي ملاك وينزله. ما إله ناس، وبقول ما إله ناس مسكين وينزل. فالمسيح راح له. المسيح يبحث، يبحث عنا، عن كل واحد. تعالوا إلي فأنا أريحكم. يبحث. إذن الواجب الوحيد هو أن نهتم بذوينا اهتمام شديد، صح، لكن أيضا في ناس على الطرقات يجب علينا أن نراعيهم. الرب يقول في الوصية الرابعة أكرم أباك وأمك، ولم يقل أحبب أباك وأمك، في فرق، مش هيك؟ قال أكرم أباك وأمك. في العهد الجديد عاطفة لا يتكلم فيها عن مشاعر الطبيعة الإنسانية أبدا، هذه قائمة بطبيعتها يجب على المسيح أن يعملها، يعني ويحس مع أخوه، مع عمه، مع رابطة القريب. هذا وضع طبيعي، هذا وضع طبيعي. لكن يسوع يطلب منا الانتباه والخدمة إلى هم من حولنا، إلى هم من حولنا. المسيح راعى السامرية اللي هي كانت عدوة وتكلم معها، ما تطرق مباشرة، هي لحالها وصلت، عرفت الأسلوب. كده يكون أحيانا له دور مهم في توصيل المعنى والكلمة بارتياح للإنسان، ما بتكون دائما مباشرة. شوف حديث، حتى لما كان يسوع يتكلم مع، في نظرنا نحن البشر، في نظرنا نحن الآن البشر الخاطئين أو الزنات، نحن قديم نكون قاسين عليهم يا جماعة. ما في واحد يكون في عنده حنية اتجاه الزاني بمعنى رحمة. شيخ هاي وسخة هيك بكلام، هيك هذا وسخ، بدنا نطخ نهاجم. بينما يسوع لما التقى مع الزانية، شوف الأسلوب والكلام اللطيف، قال من منكم دافع، دافع، دافع عنها، رغم أنه هو وضع الشريعة، وضع العقاب، بس ما عاقب. يسوع لم يعاقب، يسوع أحب، حبها، بمعنى هي ظروف جعلتها هيك ربما، لكن يسوع رحمته هو محبة، المحبة ما بتتغير لإلها، ما ممكن تتغير إلها ولا إليك، لا أنا قديس ولا خاطئ، المحبة هي محبة إلها وإله، فهيك هو. فبالتالي نحن أيضا كذلك العائلة من إيش مؤلفة؟ العائلة مؤلفة من رجل، امرأة، أولاد، مش هيك؟ مقدسة بسر إيش؟ بسر الزواج، نعم. لكن هاي العائلة فيها أخطار أحيانا، تحدق فيها أخطار كثيرة، تتسلط عليها، بتفككها. ولكن هنا مش هذا الموضوع، موضوع الأسرة الواسعة المنحدرة من جد مشترك متفرعة من أفخاذ في نفس العائلة، عائلة موسى، عائلة سليم، عائلة كذا، عائلة قدر، من نفس العائلة. وبصير في انغلاق لما يصير في هذا الجو في العائلة، بصير في انغلاق شوي، وبزيد التعصب واحد ضد الآخر، وبصير مديح العائلة لنفسها، يعني هم نحن أفضل من هذا الفرد، هم يختلفوا عنه، بصير فيه مديح أكثر.
هاي بتعرقل وحدة الكنيسة. هذا الشيء إذا دخلت في الكنيسة بتخرب. تجرح أحيانا. أنت طالب حق قد لا يكون جماعتك أو عائلتك على حق، فأنت رأسا تنجر من منطلق العائلة، منطلق العشيرة تنجر، وهذا ما بتشوفوه واضح في انتخاب الجمعيات تابع للكنيسة أو الأرثوذكسية. كل عائلة تتكتل لعائلة، كل مدينة تتكتل لمدينتها، وتبلش كل واحد يحشد حرب. احنا نجحنا رسبناهم، يعني عم ندخل امور في الكنيسة في الرعاية، عم نغرس مفهوم الانقسام في الكنيسة. الكنيسة تعلم ان تحب الاخر. الكنيسة تعلم ان تخدم الاخر. كل إنسان هو قريب لنا، كل إنسان قريب لك. هيك هم أبناء الله. مين اللي وحدنا؟ الله وحدنا جميعنا أبناء، إذن هو وحدنا. ربما يكون الغريب أقرب إليك من القريب، ممكن، وهذا ما أكده في المسامري الصالح، ما هيك؟ قرابته اللي هو من لحمه ودمه، الكهنوت اللي مر عليه اللي تابع له، كلهم تركوه، لكن الغريب ما تركوه. سمي الصالح. المسيح يمر فينا كل يوم، ما هيك في حياتنا، وخلينا ننتبه له. أنت مخلوق على صورته ومثاله. المسيح فيك، أرى المسيح فيك، عشان هيك ما بصير أنظر لك اللي بالغلط، ما بصير أشوه صورتك أو أشوه صورة الآخر، أنا عم بشوه صورة الله. هذا المعنى. فبالتالي إذا دخل في الكنيسة عم نتشوه، تصبح العائلة عدو للكنيسة. إذن العائلة هي عدو للكنيسة. الكنيسة ليست من عائلات، الكنيسة هي أفراد مؤمنين من مختلف، الكل من أفراد، ما في وسيط بيني وبين الكنيسة، لا عائلتي ولا عائلتك ولا عائلته. تلاحظوا في المعمودية لما نعمد الطفل إيش بنحكي أو نغطه بالماء إيش بنقول؟ يعمد، يعطى اسم، ما هيك المسيحي، فلان مثلك باسيليوس أو نيكولا، ما بنعطي اسم العائلة يعمد فلان ابن فلان، ما هيك؟ ما بصير في الكنيسة هذا الشيء. بالزواج يكلل فلان ابن فلان على فلان بنت فلان، يكلل عبد الله فلان على أمة الله فلان. حتى في الذكرانيات أو بالجناز يذكر الاسم الأول. ما في الكنيسة عائلية تتفاخر. البلدة أو المدينة والقرية مؤلفة صحيح من عائلات، لكن كنيسة المسيح ليست قرية، ليست بلدة، ليست مدينة. كل من في الكنيسة له نفس الحقوق فيها. الانتماء العائلي يقف عند عتبة الكنيسة. لما تدخل الكنيسة انسي حالك مين وابن مين، في تواضع حلو، الله بحبك، أحلى ذبيحة نقدم له لله.
أن تكون هذه الذبيحة بتواضع تقدم، ما بيقبلها إذا ما كان فيها تواضع، ما ممكن. الكنيسة لكي تكون الكنيسة أن لا تكون الكنيسة مفرقة للناس، كل من افتخر بدمه يكون وارثا وثنيا وثن. إذا أنا بدي أصير أفتخر في الكنيسة في كل شيء في هذا الشيء، أنا إذن أنا وثني. المسيح هو الذي أنا أخذته أغناني، غناي هو الرب، ما في شيء آخر. معونتي هو الرب مش إنسان آخر. سندي هو الرب، صخرتي هو الرب في هالحياة. البشر والعائلة بتخلوا عنك، مصالح في مصلحة مع عائلتي، حتى مع الإخوان في مصلحة، ما في مصلحة بصير مشاكل، ما بيعني بصفي مع الأسف. العالم غير بيغير، لكن شيء واحد ما بيتغير، هو ما ممكن يتغير، هو الصادق، هو الأمين، هو المخلص، ما ممكن يخونك، ما ممكن يقف ضدك، ما ممكن محاباة. الله ليس هكذا. أنا أخذته، هو أملأني من نعمته. حينما أتكلم ليس أنا لا أتكلم، بل هو الذي يتكلم فيك. هيك هم الناس القريبين من الكنيسة. القديسين ما بيختلفوا عنك، ما في قديس بيختلف عنك، هو زيك، بس في فرق انه هو وحد نفسه معه، نحن بدنا نوحد نفسنا معه. اذا وحدنا نفسنا معه، اذا معناه نحن اصبحنا في القداسة. القداسة مش شرط ان نعمل معجزة يعني، ما هيك؟ فإذا وحدنا نفسنا، إذا يسوع وحدنا كلنا مع بعضنا البعض. كنيسة مجاهدة سواء كانت كنيسة منتصرة، سواء من سبقنا أو لا يزالوا، كلنا موحدين مع بعضنا البعض. الانتفاخ يعرقل الكنيسة. مسيرة المسيح الذي تحكمها عقلية قبلية عائلية عشائرية بتعطل مسيرة المسيح وبتضعف الكنيسة العشائرية. ونحن ما عم نشوف، والله ما بيعرف يعمل إشارة الصليب. هالعشائر اللي بنعتبرهم عشائر أرثوذكسية، أنا أرثوذكسي، والله ما بيعرف يعمل الصليب، ما بيعرف، صدقوني ما بيعرف. ومش بس هيك، بتلاقيه بقول لك إمتى بقول المسيح قام في عيد الميلاد؟ حكوها أحد الوجوه الأرثوذكس يعني. طب هذا انا بعنيني الانسان هذا ولا بعني الانسان المسخم اللي بيعرف الله كويس، اللي بيعرف ايمانه كويس ومتواضع؟ هاي الكنيسة انا شو بدي فيه؟ هذا مصاري معه مصاري، ما يعني ما انظر للمصاري ولا بعطي مصاري للكنيسة. يا اخوان كثير هاي، الله بيعطي وبيدبر، ما بيترك شيء. زيت الخاطئ لا يدهن به رأسي يقول الكتاب، زيت الخاطئ لا يدهن به رأسي. اثنين قدموا ذبائح، واحد قبلت واحد الآخر لم تقبلها، مش معنى كل عطاء هو مقبول لدى الله؟ مش الآخرين صعاليك ومنسيين، وآخرين في الكنيسة هم البترينا. في بطاركة علمانية، بطاركة علمانيين يعني كيف؟ يعني مش بطرك كنيسة، يعني الناس
يأخذ قرار كأنه قرار بطرك في الكنيسة كعلماني، وهو لا يفقه شيء سواء كان في الأمور الروحية أو الأمور يعني كونه أنه في أمور اقتصادية في الكنيسة معينة، أو الكنيسة هي كنيسة أبوه. أنت صح عملت بنيت عملت شيء للكنيسة، هذا الشيء لا يورث. ما هيك؟ يعني أنا عمرت كنيسة ما بورثه لأولادي، أنتوا عمرتوا، هذا بينه وبين ربي. ما يورث رضا الله. فما في كنيسة فلان كنيسة فلان كنيسة فلان، لا اسم العائلة. يتغيرنا شطبنا اسم القديس أو السيد، راح صار في الكنيسة فلان كنيسة فلان عائلة فلان. ما يعني نحن ما فينا نلغي المسيح هو الكنيسة. هاي الكنيسة بنيت على شهداء دم، لم تبنى بالمال. أنت مسيحية وبقينا مسيحيين لأنه اللي قبالنا كان أو اللي قدامنا كانوا أبطال، أبطال في الإيمان، حفظوا لنا هذا الإيمان، سلمونا هذا الإيمان، نحن بقينا عبد التاريخ إلى الآن. المسيحية ديانة الروح وليس ديانة لحم، إذن ليس ديانة دم. وأعصابكم من عائلات لأنكم إخوة للمسيح، لأنكم إخوة المسيح، ليس لأنكم فلان وابن فلان. علينا أن نبلغ إلى قامة المسيح. خلينا بس نخلص هذا الموضوع، ليش لا؟ بالضبط، يعني خلينا هلا، ليش لا؟ ليش لا؟ ليش لا؟ هلا إذا نحن أعداء الكنيسة العائلة. إذا دخلنا المفهوم العشائري في الكنيسة، حتى مش بس في العش، حتى البلد بتخرب إذا مفهومها قائم على العشائرية، خربانة. بدي أنتخب لأنه فلان وبكون حرامي مثلا، يعني ما بفهم شيء بالانتخابات. كون عائلة ابن فلان، والله بدي أنتخب لأني أنا من الحمولة الفلانية، ما بننتخب على إشي أسس صحيحة وسليمة وفيها الفائدة للبلد. عم نفهم ضيق. إذن العشائرية هي ميليشيات مضرة في الكنيسة، مضرة في المجتمع، آفة ضارة. فعشان هيك الكنيسة نحن فيها كلنا أعضاء كما فسرها بولس الرسول. إذا أخذنا هذا الدم توحدنا، نحن نتغذى من هذا الدم، احنا اخصام اخذنا من هذا الجسم. فاذا نحن كلنا شجره واحده، غذاء واحد، وهيك نحن نحفظ شوي الكنيسه، وهيك نحن علاقتنا بتكون مع الكنيسه فيها حب، فيها احترام، فيها تواضع، ليس فيها انتفاخ وكبرياء. أنا آسف اخترت هذا الموضوع اليوم، أعرف لأنه الرعايات حوالي 16 موضوع، فاخترت هذا الموضوع من موضوع الرعايات، حاولت أن يكون أنه نفهم شوي أنه أنا وياك إخوة، نحترم بعضنا، نحب بعضنا بدون أي مصلحات، بدون أي شيء. الكنيسة هيك بتقوى، الكنيسة بتضعف، بكفينا مشاكل فيها. كفينا أنا عربي، أنا يوناني، والله كمان وأنا روسي، أنا وأنا وأنا، يعني هذا الشيء مكسيك.